تحت عنوان مؤسسات التعليم العالي ودورها في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر قمة الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم للتكنولوجيا. يعني هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم. نقترب أكثر من هذا المؤتمر وأبرز ما يسلط عليه الضوء من خلال ضيوفنا اللي منورينا في الاستديو، الفاضل منير بن ناصر البطاشي أخصائي مكتبات أول بالشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم. أهلا وسهلا بك أستاذ منير. شكرا أستاذ عايدة على الاستضافة، وهذا أيضا فرصة لتسليط الضوء على القمة الثانية أو النسخة الثانية من المؤتمر الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم. وأيضا أرحب بالدكتور يوسف طرمان المدير التنفيذي للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم. أهلا وسهلا بك دكتور يوسف في برنامج من عمان وفي السلطة ككل. أهلا فيك، أنا في بلد الثاني عمان، يعني أنا هاي تاسع مرة بجي على عمان. ما شاء الله هذه بلدك إذن. صحيح، بلد طيب وأهل طيبون، وكمان فرصة لإلقاء بعض الإضاءة على المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم. جميل جدا، إذا نبدأ من حيث انتهيت دكتور يوسف. طبعا. ونعرف المشاهد الكريم بالمنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم أسرا. نعم، المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم هي منظمة غير ربحية أساسا، تم إطلاقها في ديسمبر 2010 تحت مظلة جامعة الدول العربية وفي جامعة الدول العربية، فهي منظمة عربية بشكل أساسي. هدفها تلخص في ثلاث أهداف رئيسية، أولاً اللي هو نشر الوعي والمعرفة في أهمية شبكات البحث والتعليم، حيث أن التعليم لم يعد مقتصراً على الأدوات الفردية وكذا، إنه بده عمل جماعي وبحاجة لشبكات خاصة وتقنيات خاصة لهذا الغرض. هاي الهدف الأول، ويصحب هذا مؤتمرات ويصحب كذا، ولكن الأهم من ذلك إنه فعلاً نبني هذه الشبكة. فإحنا يعني الهدف الرئيسي اللي أنا بديت برقم الهدف رقم ثلاث. هدف رقم واحد حقيقة اللي هو بناء الشبكة العربية للبحث والتعليم، بحيث نتمكن من ربط جميع المؤسسات البحثية في المنطقة العربية مع نظيراتها في الدول العربية وباقي دول العالم، بحيث أن الباحثين والأكاديميين يتمكنوا من التعاون من خلال التطبيقات اللي هي النوع الهدف الثالث اللي بنقدمه، التطبيقات والأدوات التي تساعد الباحثين في التعاون. في هدف يعني خلينا نسميه ضمني، أنه نساعد على إطلاق وإنشاء شبكات وطنية للبحث والتعليم. يعني أمرن نحن فخورون إن كأسرن كمنظمة عربية لشبكات البحث والتعليم بأننا ساهمنا في إطلاق أسرن في إطلاق أمرن والمساعد على إنشائها. من بدينا هذا الحكي من 2011، تعاوننا مع الزملاء كان اسمه TRC The Research Council، تعاوننا معهم وفعلا الحمد لله تمكننا، هم أنتم تمكنتوا ولكن احنا كنا موجودين بهدف أن نساعد ونوجه إطلاق أمرن، فكنا فخورين إن كان لنا دور. جميل جدا أستاذ منير، نتكلم عن هذه النسخة من مؤتمر قمة الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم للتكنولوجيا، وما الجديد الذي تحمله عن النسخة السابقة؟ نعم، حقيقة النسخة الثانية من مؤتمر الشبكة والقمة الثانية للشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم جاءت ب يعني بثيمة مختلفة هذه المرة، اللي هي حول دور مؤسسات التعليم العالي وفي تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. طبعا النسخة الماضية كانت نوعا ما اللي هي في وقت الجائحة، جائحة كورونا، وكانت بشكل افتراضي بحضور العديد من المتحدثين من حول العالم. النسخة الحالية الحمد لله تمكننا فيها يعني من خلق فرص تواصل بين وبين الباحثين والأكاديميين في السلطنة، بالإضافة إلى ذلك وجود أيضا صناع القرار، بالإضافة إلى المسؤولون في الدولة اللي هم حاضرين من مؤسسات التعليم العالي وأيضا من المؤسسات المختلفة. نعم دكتور يوسف، لو نتكلم بشكل عام عن أهمية هذه المؤتمرات حتى منظمتكم أيضا الشبكة العمانية في مثلا الوقوف على أبرز مستجدات التقنية في مجال التعليم. ليس كذلك فقط، يعني لازم أنا كمان إحنا نوصل يعني هدف أمرين اللي هو بعمله إن شاء الله يصير كل سنة، هو كان كل سنة آسر كذلك تعقد مؤتمر سنوي وكل سنة في دولة، وكان لنا الشرف إنه عملناه في عمان في مسقط سنة 2014، ونتطلع إنه ننسق نعمل مؤتمر ثاني كمان لمنظمتنا اللي هو المؤتمر الإقليمي وليس المؤتمر المحلي الخاص بالبلد. طبعا اهدافنا من المؤتمر ليس فقط الاطلاع على التكنولوجيا وهذا مهم جدا او ادماج التكنولوجيا، ولكن
احنا في ثلاث انواع من يعني المنظمات او شبكات البحث والتعليم، لها ثلاث انواع من مستويات من التي نوجه الهدف المؤتمر يكون بهدف اللقاء معهم. اولا صناع القرار، يعني ما كانت شبكه امرن تطلق بدون تدخل ودعم صناع القرار في عمان. صحيح. فاذا بدنا صناع القرار والقاده يعرفوا اهميه شبكات البحث والتعليم. اذا هذا اول هدف، انه الوعي ونضع المعرفه المناسبه، لانه صناع القرار مشغولين بامور كثير معقده، ولكن هاي بدها شرح بشكل مختلف. فان نوصل لصناع القرار هذا واحد من اهداف المؤتمر، والحمد لله كان في قاده، في وزيره، وفي صاحب صحيح. السمو وكذا. فهي هذا النوع من مهم جدا يعرفوا حتى يساعدونا في يدعمونا في لاحقا. هذا النوع الاول من الناس اللي بيهمونا من مستهدفين في المؤتمر. النوع الثاني من الناس المستهدفين في المؤتمر اللي هم الفنيين والمهندسين والذين يبنون هذه الشبكه وبقدموا الخدمات، برضو بدنا نوصلهم احسن احدث ما يكون من التكنولوجيا والمعرفه. النوع الثالث، انا بعرف انك بتضغط علينا على الوقت، النوع الثالث هو اهم نوع اللي بده ياخذ بعض الوقت فيه، اللي هم المستخدمين. المستخدمين في منهم من يعرف يستخدم الشبكات البحث والتعليم، ومنهم من لا يعرف، ومن لا يعرف ان هناك فرص. يعني مثلا في واحد بحاجه لانه يوصل مثلا مراكز حاسب فائقه القدرات، هاي موجوده ولكن مش شرط تكون موجوده في بلده، ممكن تكون موجوده في بلد ثاني. صحيح. احنا بنساعده، بنعرف انه في خدمات موجوده وادوات موجوده ممكن تكون في بلد ثانيه، احنا بنوصل لك اياها. فبنوصلهم لمرحله انهم يعرفوا شو الموجود، اضافه انه احنا بنستقطب حاجتهم. يعني بنعرف مثلا الباحثين اللي موجودين اليوم عندهم طلبات في مثلا في الكلاود كومبيوتنج، عندهم طلبات في الهويه، فلما نعرف حاجاتهم احنا بنسعى على تلبيه حاجاتهم من خلال هاي نقراها وتكون هي جزء من مهمتنا للمؤتمر القادم. نعلن انه جماعه احنا عرفنا شو بدكم، بنقدم لكم اياه السنه هاي كاحتفال وكذا. جميل جدا. اذا ترجمه هذا الكلام اللي تفضل فيه الدكتور يوسف اكيد كان في المؤتمر من خلال الجلسات والفعاليات ايضا المصاحبه لهذا المؤتمر، نتحدث عنها اكثر استاذ منير. نعم، النسخة الحالية والنسخة الثانية جاءت لتناقش ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول طبعا هي حول المؤسسات التعليم العالي وفي ظل الاقتصاد القائم المعرفة. المحور الثاني حول توطين التكنولوجيا وإمكانية استثمارها في التعليم. المحور الثالث أيضا تعزيز الإنتاج في ما يتعلق بالبحث العلمي من خلال خلق فرص الشراكات المحلية والدولية. هذه حقيقة هي المحاور الرئيسية اللي تم الحديث عنها حقيقة وتناولها في المؤتمر. طبعا ناقشت مجموعة من الجلسات النقاشية اللي تم مناقشتها اليوم في المؤتمر حول ريادة الأعمال في ظل ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي، الوضع الراهن والتحديات وغيرها، ايضا البحث العلمي من ناحيه الفرص والتحديات، بالاضافه لذلك اللي هي التجارب الرائده سواء كان محليا او دوليا فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا. نعم. واستخدامها واستثمارها في التعليم. وايضا كان هناك معرض مصاحب. بالضبط، كان في معرض مصاحب ايضا. طبعا احب اشير ايضا المؤتمر كان تحت رعايه صاحب السمو السيد موران بن تركي ال سعيد محافظ ظفار، وبحضور ايضا اصحاب المعالي واصحاب السعاده والمكرمون. نعم. طبعا المعرض المصاحب كان حول البرامج اللي هي تقدمها وزارة التعليم العالي في مجال البحث العلمي والابتكار. جميل. دكتور يوسف، يعني بشكل سريع لو نتكلم عن دور المنظمة العربية في دعم التقدم التقني في المؤسسات التعليمية. احنا بشكل عام معنيين كمنظمة إقليمية بأننا نتعامل مع الشبكات الوطنية. نعم. وهو الدور يعني يناط أكثر في الشبكات المحلية، وبيعتمد على استراتيجية البلد وسياستها. كل بلد لها طريقة وكل دولة لها آلية في تطوير هاي. فإحنا بالنسبة لنا يعني في بيننا وبين الجامعات والمؤسسات البحثية اللي هي الشبكات الوطنية، فهو قد يكون دورهم أكثر. ولكن أنا حاب أن أتطرق بسرعة على جانب مهم جدا اللي هو المؤتمر ناقشه، وإضافة أنه هذا هو حديث الساعة اللي هو العلم المفتوح. العلم المفتوح هو الأداة الحقيقية انه نوصل كل البيانات التعليميه والاكاديميه ونتائج الابحاث. نعم. وهاي لكل المجتمع. هذه تطلب تقريبا يعني تفاصيل كثيره قد ليس هنا مجالها، ولكن صحيح. المهم انه بحاجه لجهد عربي موحد. صحيح. ونحن نعمل على توحيد هذا الجهود الحمد لله بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربيه، مع
بالتعاون مع مجالس البحث العربية، بالتعاون مع اليونسكو، وبالدعم كمان من المملكة العربية السعودية، وحاليا عمان انضمت لهذا الركب. فاحنا نعلن أمام الملأ أنه احنا الحمد لله في صدد إطلاق مشروع كبير على يعني يليق في منطقتنا ويليق في أمتنا، للتعامل مع العلم المفتوح، مع مجتمعات البحث والتعليم، مع البنية التحتية، ومع التطبيقات والخدمات اللي هي اللي بنسميها الأوبن ساينس كلاود، اللي هي التكنولوجيا الجديدة لخدمة الأوبن ساينس. نعم، كل التوفيق لكم. للأسف وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. كل الشكر لك الأستاذ منير بن ناصر البطاشي، أخصائي مكتبات أول بالشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم أمران، والدكتور يوسف طرمان المدير التنفيذي للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم. نورتونا في من عمان، شكرا جزيلا. شكرا على حضوركم. شكرا. والله يعطيكم العافية. إذا نحن وصلنا لختام حلقة الليلة من برنامج من عمان، يتجدد اللقاء بكم غدا في حلقة جديدة ومواضيع جديدة. حتى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.